يا سيدي بوزيد الشرفاء، بنات وشبان، رجال ونساء. في البداية نرحب بكم ونهنيكم ونهني الشعب التونسي في شهر رمضان. إن يوم الحريق نسمعوا بعضنا الشوارع والصدام حتى يسقط النظام. الشوارع والصدام انا نحكي على طاهر جواد، صغير عمره 20 سنة، جامعة صغار يلعب، شو لعب؟ عاملينها لعبة، جو هنا قال شنو؟ قال حرقوا سيدي بوزيد، لا حرقوا سيدي بوزيد ولا ممسوه. اليوم 9 شهور خويا موقفوا، لا حبوا معناها يحاكموه، لا حبوا يخرجوه، لا حبوا يعملوا حتى شيء. ونحن يعلم ربي، هذيك هوني أمي، هوني حالة تحليلة مسكينة مريضة يعلم بها ربي، لا تفطر كل الناس، لا تاكل كل الناس لشيء، وهم الشيخين غادي. سي جبالي شنو يعمل هو؟ بعث جماعة كلاهم الحوت، وبعث جماعة لس الحبس، اللي عملوا ثورة، سي جبالي سيء. سي جبالي بعث جماعة كلاهم الحوت، واللي عملوا ثورة دخلهم في الحبس. البطالة في سيدي بوزيد هي الدولة ما صدقتش في القول متاعها، هي التمنيات متاع الدولة اللي قاعد تمني فيها في شعب سيدي بوزيد، اللي هو قام الثورة في وقت فرنسا، قامت الثورة في سيدي بوزيد، وتوا الثورة بدت من سيدي بوزيد. وهو وقت اللي جو أول اجتماع عملوا هنا الغنوشي قال راهي الثورة بدت في سيدي بوزيد، التنمية تبدأ من سيدي بوزيد، ما سمى حتى شيء في سيدي بوزيد. احنا قالونا باش نعملوا لكم مشاريع، قالوا للشباب باش نعملوا مشاريع، لا سبيل إليه. أنا نحب نعرف، قبل كان حتى قبل كان الضوء ما يتقص، كان الماء ما يتقصش في الأحياء، تو الضوء يتقص والماء يتقص والناس قاعدة، البلاد معبي بالأوساخ، ما نعرفش وين الحال. إش بيه قبل ما كانش يسوء، نحن ولينا الشعبين بعد الزين، إحنا شعب بقينا هو وناس هما، علاش الماء والضوء يتقص في كل بقعة؟ وقت اللي الناس تطلب الماء في الصيف الصيف عطشان يطلب الماء يوقفوا ويدخلوهم الحبس. هذه وضعية في البلاد، يلزم الدولة تتحرك، خاصة التريكة، هذا ما يسموها التريكة، هذه النهضة وجماعة هذوما، ما نقولوش مثلث الرعب، نقولوا مثلث الحكم، يلزم هم ينظموا أرواحهم. هم الناس راهم خرجوا الزيل، الشعب صار فمن لا يرود سعود الجبال عاش أبد الدهر ما بين الحفر. الشعب إذا كان ثار، الشعب هو اللي يحكم في العالم، في روسيا، في أمريكا، في العالم الكل الشعب هو اللي حكم. ولذا الدولة يلزمها تنظم أمورها وتتولها، خاصة بسيدي بوزيد والقصرين وهالمناطق اللي هذا. تحرك اليوم أنا في تقديري يأتي في إطار سلسلة من التحركات التي أخذت نهجا تصاعديا، بدأت بالوقفات الاحتجاجية البسيطة في كل مرة، يعني يعبر الشارع على نفسه بطريقة معينة. الشارع عبر على نفسه، جموع الفلاحين المفقرين والمتعرضين للاستغلال قاموا بضرب هذا المقر،
يعني بالطماطم كتعبيرا لحالة الغضب التي هم عليها الفلاحة. اليوم الناس أتت من كل المعتمديات لتعبر بطريقة معينة على حالة الاستياء والإحباط بعد أن أعيتها الوعود، كما يوم 17 ديسمبر 2010 محمد البوعزيزي شاب مفقر ومعدم عبر على حالته من خلال سكب البنزين على نفسه. يعني نحن الآن أمام ظاهرة تستحق الدرس. هذه المنطقة منطقة سيدي بوزيد والقصرين وقفصة. سيدي بوزيد هي تسمية إدارية حتى لا نسقط في يعني عملية الجهويات والنعرات الجهوية. هذه المنطقة هي بمثابة البركان في كل مرة ينفجر في وجه السلطة المركزية في العاصمة. ما لم تفهمه السلطة الآن، لا حكومة الغنوشي واحد بعد فرار بن علي وبعد انقلاب 14 جانفي، وما لم تفهمه حكومة البجي قايد السبت، وما لم تفهمه حكومة المناول، أنه إذا أرادت أن يقع إخماد هذا البركان بشكل نهائي، إذا أرادت أن يقع إخماد هذا البركان بشكل نهائي فعليها أن تجيب بشكل واضح ودقيق وملموس على التطلعات والشعارات التي رفعتها الناس. ما تصورش شباب باش توقف غادي وانتم تصوروا لنا، ما تركبوش على الشباب ولي حمد وصورنا غادي. سمح زي بروح ولي هيئة حمد أبعد علي، ولي هيئة حمد الثورة، ولي هيئة حمد الثورة. الشباب الشيخ تحمد، الشباب المرة أخر الشباب الشيخ تحمد ولي الحوارات لنا يسونا يا جميل. ايه راح تقاز ها هذا برا ايه استحشت الزب ايه ها بالجاز وين راهو غاز علاش شارب غادي ثاني ايه سنه صورها ما ضمنها مالك صورها اسمع صورها جيت لهنا خاطر لهنا غاطه شوي باش نعرفها تبدا تسجل ولي هرب ولي هرب ما شربوش أسلحة متطورة وقنابل مثيرة للدموع لم نعهدها من قبل، لم نعهد.
هالانواع هذه جديده، هذه في مشيتهم لامريكا وجيت وزير الدفاع نتاع امريكا لضرب الشعب، والترسانه نتاع الاسلحه اللي دخلت دلاله واضحه على ان رجعت القبضه الحديديه، رجعنا للغه القمع، رجعنا لغه الاستعباد للاستكبار للاستقواء للمحسوبيه للسرقه للفساد. تبا لكم جميعا يا توانسة، تبا لكم جميعا. يتكلم عن الحد، قلت لك خرجت دخت من ريحه البومبا غاز، نفقت كير البريش اللي ما لقيت روحي، ما يعني ما عادش نجم نمشي، ما فقتش روحي كان كي نلقى الوجايع والدوخه دخت، ما فقتش سبيطار، ما نجمش جيت لسبيطاري وعندي كسر. ايه وين تحت انت بالضبط؟ وين تحت؟ قدام شارع حسين مزين. مشيت ناخذ في قضيه، مشيت ناخذ في قضيه في تاع الافطار، مروح كاش ما عاملين مسيره، معناتها قاعدين يتظاهروا عادي، متعدي في الشارع ما فما حد شيء، معناتها رافعين علامات. جاهم الحاكم يضرب فيهم بالغاز وكرتوش وحجر ومطراك، انا جت فيا جت فيا واحد غاز هنا في رجلي، وطحت تصدعت في رجلي هنا زيد على هاي. انا جرح في رجلي كذا، جرح غرز ايه، جت في رجلي وطحت، ما عادش رجلي طحت زلعت لهنا. على